مشاهدي قناه شعب قناه شوف تي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه المحمديه تزامنا مع راس السنه الامازيغيه. معنا صلاح امازيغي حر عاشق الموسيقى الامازيغيه اللي غيعاود لنا كيفاش كيدوز راس السنه، كيفاش كدوز راس العام. سي صلاح السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله خويا صلاح، شتي بحال هكا خويا صلاح اليوم كنشوفوا يعني الامازيغ والمغاربه كاملين كيحتفلوا براس السنه الامازيغيه. ما كرهتكش توضح لي خويا صلاح انتم كامازيغ احرار كيفاش كتحتفلوا بهذه السنه خويا؟ الحمد لله احتفالنا كيف ديما كل سنه من قديم زمان، راه من عهد جدودنا لقيناهم كيديروا هاد الطقوسات الحفلات ديال راس السنه الامازيغيه الحمد لله. بالنسبه لهذاك التحضيرات ديال السنه الامازيغيه كيديروا عصيده، كيديروا كسكسو، كيديروا الحلويات، بزاف ديال الحوايج اللي كيديروا. واخا خويا صلاح نقدر نقولوا باش كتمتاز السنه الامازيغيه على السنه الميلاديه، ونسولك بطريقه اخرى يعني شنو الاحتفالات اللي كتحتفلوا يعني كيحتفلوا بها الامازيغ في السنه الامازيغيه اللي مختلفه على الاحتفالات اللي كيحتفلوا بها الناس في السنه الميلاديه؟ بالنسبه للسنه الميلاديه شنو كيديروا على حسب كل واحد واش كيدير، كل منطقه شنو. انت اين منطقه كتواجد فيها خويا صلاح؟ انا كنتواجد في منطقه طاطا. يعني في الجنوب، انت يا اقليم الجنوب، شنو الاحتفالات اللي كيديروا الناس ديال طاطا؟ وتحيه خاصه للناس ديال طاطا من هذا المنبر. بالنسبه للناس طاطا كيديروا هذا الشيء ديال كما قلت لك العصيده، كيديروا ببوله، كيديروا كسكسو، كيديروا كسكسو بالتفايه، بزاف ديال الحوايج، الحلويات. سمعنا انكم نتوما خويا صلاح يعني عندكم واحد الاحتفال فريد من نوعه اللي كيديروه فقط يعني الناس ديال طاطا والامازيغ، هي انك يعني في وسط يعني في فراس الامازيغيه كديروا كسكسو، كديروا فيه عظم ديال التمر. كاينه اللي لقى العظم عاود ليا. كاين اللي كيديروا في الكسكسو، كاين اللي كيديروا في عصيده. كيقول لك مثلا الا كياكل شي واحد ولقاه كدوز عنده سنه مزيانه. واش فايت لك لقيتي شي عظيم اخويا صلاح؟ فعلا ايمتى لقيتيه؟ في 2020 في بن سليمان. وكيداز العام اخويا؟ عاود لي على داك كيفاش لقيت هذاك العظيم في صلاح. فرحت صراحه الله، فرحت ملي لقيت داك العظيم، فرحت ضحكنا ونشطنا ولعبنا والحمد لله بخير وعلى خير وداز السنه مزيانه. واخا خويا صلاح ما كرهتكش تقرب لي اكثر، يعني الناس الامازيغ الاحرار يعني كيفاش كيفاش كتعاملوا يعني مع هذه السنه هذه؟ كيفاش الاحتفالات اللي كديروا؟ واش كيكون هناك احتفالات ولا انكم كدوزوا عادي بحال باقي الايام؟ لا الحمد لله، لا بحال راس السنه الامازيغيه كان مختلف عن الايامات الاخرين، لان الاحتفال الامازيغي براس السنه الامازيغيه كيتلاقاو السواسة، كاين مثلا في البادية هذا كيمشي عند هذا كيجيب الماكلة ديال هذا، كيجمعوا ديك الماكلة كيحطوها كيتجمعوا عليها، يعني كيتجمع السمن نقدروا نقولوا. نعم خويا صلاح شنو الفرق نقدروا نقولوا ما بين الاحتفالات اللي احتفلتي دابا هنا في المحمدية والاحتفالات كون كنتي في طاطا؟ شنو الفرق بيناتهم؟ كاين الفرق بزاف. شنو هو الفرق؟ وضح لي باش الناس يعرفوا. كتشوف العائلات، كتشوف كتمشي عند الأحباب، كتزورهم بزاف، ماشي بحال هنا. هنا مثلا المدينه ماشي بحال الباديه في جميع اما احسن واش المدينه ولا الباديه صلاح؟ بالنسبه لهذا الشيء ديال الاحتفالات والاعياد والمناسبات احسن نهيه. كيفاش كيدوز هذا راس العام عندكم انتوما خويا صلاح؟ مزيان الصراحه. لا كيفاش كيدوز في الباديه عاود يعني ملي كتفيقوا في الصباح كيفاش كتكون العادات؟ كيفاش يعني اش كديروا؟ كيوجدوا على بعد ثلاث ايام، يومين ثلاث ايام، يعني نقدروا نقولوا ان اليوم راس العام الناس كيوجدوا من نهار الثلاث ولا الاربعاء. الثلاث ولا الاربعاء، كاين اللي كيتقضى، كاين اللي حاجه، لان كاين واحد الحاجه اللي كتاخذ بزاف في الطياب، كيرقدوها كترقد عاد كيطيبوها. شنو هما الوجبات اللي معروفين كيداروا في راس السنه الامازيغيه؟ كلشي كاع الحبوب اللي كتنوض في الارض كيديروها. وما نساوش يعني اخويا صلاح يعني ضروري نتايا ملي كتكون يعني راس السنه الامازيغيه الاحتفالات بالموسيقى ضروري. اعطيني شي بركه اللي كديروها انتوما معروفه لكم يعني في راس السنه كديروها فقط في راس السنه. ديال مرحبا يا لاليت. سير اخويا مرحبا، يعني بقاو معنا مشاهدينا الكرام. Yeah.
يعطيك الصحه يعني خويا صلاح كما قلت لينا انك انت يعني هادو ما بين الموسيقات اللي كتغنيو يعني في احتفالات ديال راس السنه. بغيت نعرف يعني خويا صلاح الاحساس ديالكم بهاد السنه هادي وبقدوم سنه بعد اي سنه نتوما في هذا السنه الامازيغيه. واش غنقول لك دابا حنا في 2700 شي حاجه بحال يعني ما شديتش يعني الان الاكزاكت قول لي بالضبط يعني بالتدقيق يعني ما عارفش ما عارفوش يعني خويا صلاح. نعم. شنو كيعني لكم هاد راس السنه نتوما كامازيغ احرار؟ كما قلت لك كاينه بحال هكا يعني بنادم كيتلاقى كيضحك كينشط يعني نتوما هنا يعني كتجار ديال مدينه المحمديه تجار امازيغ واش كديروا يعني شي احتفالات بيناتكم واش كتجمعوا بيناتكم كديروا شي حفله يعني بهاد راس السنه الامازيغيه؟ عندنا يعني نهار 28 ان شاء الله تعالى في مسرح البلدي 28 في هذا الشهر هنا في المحمديه ان شاء الله. ها انتم الاخوه يعني واش الدخول بالمجان ولا يخلصوا؟ لا كاين هذا الشيء هذا بلانفيتاسيون يعني بلانفيتاسيون. ها انتم الاخوان يعني اللي بغى يجي يتفرج ها هي لانفيتاسيون راه حفل امازيغي بامتياز. مرحبا. قول لي غتكون حاضر انت صلاح؟ حاضر انا من الخريط في الجمعيه. صلاح بغيت نعرف هذا الفن اللي كضرب بالغانجو كيفاش تعلمتي ليه؟ موهبه. شحال في البدايه راه بديت عا بالبوديزا. بديتي بالبوديزا؟ صوبت في البوديزا شويه بشويه شويه. ضروري غيكون عندك شي لحن هو اول واحد بديتي كتعلم تضرب به. ضروري. ورينا هذا اللحن هذا اللي تعلمتي. مرحبا يا لاله. هو فاش هذا هو اي واحد اي مبتدئ لا بدي يتقاتلي يضرب هذه النغمه ديال مرحبا يا لاله. دابا انت اخويا صلاح واش كما كنقول الحمد لله انك هنا تاجر خدام واش هذا الغانجو كتحطو حداك غير كتمتع به راسك ولا كتخدمو في المناسبات الحفلات؟ على راسي صافي على راسي يعني على راسك مع راسك. قول لي بعد الخطرات كي راك عارف قول لي دو سميتو البانجو ولا الغانجو؟ البانجو صاحبي سميتو الغانجو راك عاش حاضر صاحبي سميتو الغانجو هنايا يعني واش هذا البانجو هذا؟ نعم. واش فقط الناس الامازيغ ولا كيضربوا به يعني حاجه اخرى؟ كاين 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 بزاف. هو باش كيخدموا الغيوان جيل جلاله وباش كيخدموا عندك بزاف ديال الجروبات كيخدموا بهذا البانجو هذا. يعني دابا انت نقدروا نقولوا يعني انك انت دابا هذا البانجو هذا يعني انت ما كتضربش غير الامازيغيه. اه. حتى الغيوان كتضرب. كلشي. سمعنا شي حاجه غيوانيه. مرحبا. الله يعطيك الصحه. مرحبا. سير عرف الصينيه واش عرف ليها؟ لا لا هذه يعني هذا كنتصنت هذا الديسك هذا كنتصنت لهم بعد الخطرات وصافي يعني انت اخويا يعني انت غير معجب يعني بهذا اللون الموسيقي كيعجبك هاك اخويا صلاح. مرحبا. العائله ديالك اللي في الامازيغ اللي في البلاد اللي في طاطا الا كانوا كيشوفوك دابا شنو تبغي تقول لهم اخويا العزيز؟ كنقول لهم سنه سعيده المغاربه كاملين ماشي شحال الامازيغ احنا كنبقاو كنا مغاربه سواء امازيغ سواء شلوع سواء عرب سواء كنا مغاربه بحال كلنا مغاربه الحمد لله. كنقول لهم سنه سعيده وكنتمنى لهم حياه جميله ان شاء الله تعالى لكل واحد. الله يسهل على كل واحد اللي مات الله يرحمه اللي بقى الله يعاونه الله مريض اللي شافيه وهذا ما كان. والاحتفال غيكون ان شاء الله الاحتفال كبير نهار 28 في هذا الشهر هذا في مسرح البلدي بمدينه المحمدين ان شاء الله. كونوا في الموعد ان شاء الله. الى هنا مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تفينا كشفي بهذا القدر على امل نلقاكم بث مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.